سلام، أنا معاذ أحبوش. خليناها في الدرس اللي فات على أن اغتيال ولي عهد نمسا فرانس فرديناند على يد الطالب الصربي غافريلو برينسيب كان هو السبب المباشر في اندلاع الحرب العالمية الأولى. فاليوم غنهضروا على أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1929. فعلى بركة الله، الحرب العالمية الأولى بدأت في 28 يوليو 1914 وسالت في 11 نوفمبر 1918. هاد 4 سنين هادي كانت أسود سنين في أوروبا. هاد الحرب هادي المجموع ديال القتلى ديالها تعود للمليون ديال الأشخاص. هاد الحرب هادي كانت أكبر جريمة في التاريخ ديال البشرية كلها. فأولا غنعرفوا المراحل ديال الحرب العالمية الأولى وغنعرفوا النتائج ديال هاد الحرب هادي. المراحل ديال الحرب العالمية الأولى كتنقسم لجوج ديال المرحلات. كاينة المرحلة الأولى اللي كانت من 1914 حتى 1917. هاد المرحلة هادي المدة ديالها كانت طويلة، فراه 3 سنين والحرب نايضة. هاد الحرب هادي كانت مختلفة تماما على الحروب اللي كانوا من قبل، فراه لا في القرن 19 ولا في القرن 18 ولا في القرون اللي دازو كانت الحروب، ولكن ما كانتش طويلة بحال هاد الشكل هذا. الحروب كانت في النهار، مثلا كيمشي جيش ديال هاد الدولة هادي وجيش ديال هاد الدولة كيمشيو يتحاربوا في النهار، واللي ربح كيدي الغنائم. أما في 1914 فكانت الحرب طويلة 3 سنين وهما كيتقاتلوا، 3 سنين ديال العذاب وديال الموت وديال القتل. في هاد 3 سنين هادي ما بقاوش كيعتمدوا على ديك الحرب ديال الحركة، يعني جيش كيمشي يتحارب مع هاد الجيش بطريقة عشوائية، لا ولاو كيحفروا الخنادق وكيتحاربوا من البعيد. فهاد الشيء علاش هاد الحرب كانت طويلة المدى. في هاد المرحلة هادي إيطاليا غتنسحب من التحالف الثلاثي، ولكن غتشونج بلاصتها بلغاريا والإمبراطورية العثمانية. في هاد المرحلة هادي اللي امتدت من 1914 حتى 1917 الألمان حققوا واحد الانتصارات كبيرة وفي بزاف ديال المعارك، ولكن هاد الانتصارات ما كانتش حاسمة، ما كانتش حققات داك النصر الكامل. ألمانيا إلا بغينا نشبهوها غنقولوا بحل واحد الماتش ديال الكرة، مثلا الريال والبارسا، الريال غلب البارسا مثلا ب3-0، ولكن غلبها في الدقيقة 70، يعني باقي 21 دقيقة ممكن ترجع فيها البارسا على الريال. فهكا كانت ألمانيا، كانت انتصرت في عدة معارك ولكن ما كانتش ديك المعارك حاسمة، يعني دول الحلفاء كانت ما منهزماش 100%. المرحلة الثانية كانت من 1917 حتى 1918. هاد المرحلة هادي كانت قصيرة المدى، فراه عام واحد وقعوا فيه بزاف ديال الحوايج. في 1917 غتندلع واحد الثورة في روسيا. هاد الثورة هادي كانت بالزعامة ديال واحد السيد سميتو لينين. هاد لينين هذا جا وخلى روسيا تنسحب من الحرب العالمية. ألمانيا كانت مزيانة لها هاد القضية، فراه كانت قادة تكونسونطرا غير في الغرب وتنسى عليها الشرق. فمادام روسيا انسحبت من الحرب فألمانيا ممكن تكونسونطرا غير في الغرب دابا. ولكن الصاعقة اللي نزلت على ألمانيا هي أن الولايات المتحدة الأمريكية غتدخل في الحرب مع فرنسا وإنجلترا، حيث ألمانيا كانت كتشوف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت كتعاون بواحد الشكل غير مباشر فرنسا وإنجلترا، كانت كتعاونهم في السلاح وكانت كتعاونهم في العتاد العسكري. فألمانيا ناطت قصفات السفن ديال الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات بطبيعة الحال غتدخل في الحرب ضد ألمانيا. الحرب غادي تسالي في 11 نوفمبر 1918 وغتنتصر فيها دول الحلفاء اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا. كانت هذه هي المراحل ديال الحرب العالمية الأولى. أجي دابا نشوفوا النتائج. النتائج غنقسموها لثلاثة، كاين نتائج بشرية وكاين نتائج سياسية وكاين نتائج اقتصادية. النتائج البشرية فبطبيعة الحال
تعود المليون ديال الناس اللي مات في هذه الحرب هذه، وارتفاع عدد القتلى كان من الشباب الذكور، وهذا الشيء خلى الخلل يوقع في التوازن الديموغرافي، ومعدل الولادات كان منخفض بزاف. من الجهة الأخرى فكانت نسبة الشيوخ مرتفعة نسبيا، هذا الشيء هذا خلى المرأة أنها تخرج وتدبر على رأسها في شي خدمة، ولات كتلعب الدور ديال الرجل. وانتشرت المجاعة بواحد الشكل كبير، والأسعار ديال المواد الاستهلاكية، المواد ديال الغذاء بحال الزيت والطحين والقمح، كانت نادرة في ذاك الوقت. فهكذا يمكن لك تصور الحال اللي وصلت له أوروبا في ذاك الوقت. أما بالنسبة للنتائج السياسية، ففي 1919 نعقد واحد المؤتمر ديال الصلح ما بين دول الحلفاء ودول المحور. في هذا المؤتمر سيناو واحد المعاهدات كانت قاسية على دول المحور، فسيناو معاهدة فرساي مع ألمانيا، ومعاهدة سان جيرمان مع النمسا، ومعاهدة نوي مع بلغاريا. الخريطة السياسية ديال أوروبا تغيرت جذريا، وبانت واحد دول جديدة، الألزاس واللورين رجعوها لفرنسا، ديك المنطقة اللي كانت هارفة عليها الإمبراطورية الألمانية لفرنسا، والنظام القيصري اللي كان في روسيا حيدوه طيروه، داك النظام القيصري اللي كان مترأسه نيكولا تاني حيدوه ما بقاش. أما بالنسبة لألمانيا فالنظام الديكتاتوري اللي كان شادو فيلهلم الثاني حتى هو طيروه، وحطوا في ألمانيا واحد الحكومة سميتها حكومة فيمار، وصوبوا عصبة الأمم اللي كانت من الاقتراح ديال الرئيس الأمريكي ويلسون في ذاك الوقت. ندوزو دابا النتائج الاقتصادية. الاقتصاد الأوروبي تشرشم بالبيان، والإنتاج الفلاحي والصناعي حتى هو نهار بواحد الشكل كبير، وهذا الشيء هو اللي خلى أوروبا تفقد المكانة الاقتصادية ديالها، وهذا الشيء هو اللي كان العكس دياله في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. فالاقتصاد ديال الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كان مزدهر في ذيك الوقيتة، في الوقت اللي كانت أوروبا كتعاني من التضخم النقدي. التضخم النقدي هو أن العملة كتكون ما كتسوى حتى شي حاجة مقارنة مع السعر، وهذا الشيء هو اللي وقع في أوروبا من بعد الحرب العالمية. فالشخص الأوروبي في ذيك الوقيتة وخا يكون عنده بزاف ديال الفلوس ما غيكونوا كيسوا والو قدام الأسعار. الأسعار كانت مرتفعة بواحد الشكل كبير، فمثلا الشخص الأوروبي إلا كان كيشري تقدية ديال النهار كاملة قبل الحرب العالمية $50، من بعد الحرب العالمية غيولي كيشريها $1000، يعني العملة ما بقتش عندها ديك القيمة ديالها. وهذا الشيء خلى الدول الأوروبية دير كريديات باش تواجه هذا العجز المالي اللي وصلت له. كانت هذه هي النتائج ديال الحرب العالمية الأولى. دابا غنعرفوا كيفاش تطورت الدول الأوروبية من النهاية ديال الحرب العالمية الأولى حتى لا كريز، الأزمة ديال 1929 اللي خرجت من البورصة ديال وول ستريت في نيويورك. غنعرفوا التطورات ديال روسيا وديال فرنسا وديال إيطاليا وديال ألمانيا. في روسيا اندلعت الثورة البولشوفية في عام 1917. هذه الثورة هذه كان مترأسها لينين اللي كان باغي يطبق الاشتراكية في روسيا. الاشتراكية كتعني أن الدولة كتولي تحت القيادة ديال العمال. هاد القضية هادي خلت البرجوازيين ينوضوا الحرب، واحد الحرب أهلية في 1918. هاد الحرب كانت ما بين الجيش الأبيض اللي كان تابع لكبار الملاكين وأرباب المصانع واللي عندهم النفوذ، يعني البرجوازيين، والجيش الأحمر الاشتراكي اللي كان تابع للعمال. في آخر المطاف الجيش الأحمر الاشتراكي اللي تابع للعمال هو اللي حسم الحرب، وهو اللي غلب الجيش الأبيض في 1921. بالنسبة لفرنسا كانت كتعاني بزاف من واحد الكريز اقتصادية بسبب الحرب العالمية الأولى. هاد الكريز هادي خلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار والأجور القليلة اللي كانت كتعطى للعمال مقارنة مع الخدمة الكبيرة اللي كانوا كيديروها كانت منتشرة بواحد الشكل واسع. وما نساوش التضخم النقدي اللي دوينا عليه، فالتضخم النقدي
كانت متضررة منه بزاف الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة اللي هما العمال بطبيعة الحال. وهذا الشيء هذا خلى العمال ينوضوا ويحتجوا، ولكن الدولة عملتهم بواحد القمع وبطريقة عنيفة. في 1921 فرنسا دارت واحد انتخابات تشريعية. هاد الانتخابات سالت لصالح المرشحين ديال الكتلة الوطنية. هاد المرشحين ديال الكتلة الوطنية ركزوا بزاف على المصالحة الوطنية حيث كانوا خايفين من شي ثورة شيوعية، ولكن هاد المرشحين فشلوا تماما باش يتجاوزوا هاد لاكريز. وعاد ما زادت الاضطرابات، ولكن الثورة الشيوعية اللي كانوا كيتسناوها تنوض ما ناضتش. وهذه هي الحاجة الغريبة اللي ما وقعتش، حيتاش كلشي كان كيتسنى واحد الثورة شيوعية غتنوض في فرنسا، حيتاش العمال صبرهم تقاضى صافي، عانوا بزاف، دونك الثورة الشيوعية هي اللي غتكون الحل باش انهم يتجاوزوا هاد لاكريز. وخا هكاك ما ناضت لا ثورة شيوعية لا والو، فرنسا قدات انها تحافظ على النظام الديمقراطي في البلاد. ندوزو دابا لإيطاليا. فإيطاليا كان عندها بزاف ديال الكريديات في خارج البلاد، والميزان التجاري ديالها كان عاجز، وحتى هي كانت كتعاني من التضخم النقدي ومن سياسة التقشف، يعني تخفيض الأجور ديال العمال. كانت فيها البطالة وكان فيها الفقر، وهذا الشيء هذا خلى الخطر الشيوعي يتزايد، وبانت بزاف ديال الاضطرابات في البلاد. هاد الاضطرابات استغلها موسوليني القائد ديال الحزب الفاشي، وفاش وصل للحكم في 1922 دار واحد النظام ديكتاتوري. بالنسبة لألمانيا كانت هي الكبش الفداء ديال الحرب العالمية الأولى، وكانت هي اللي تكبدت بزاف ديال الخسائر. ألمانيا عانت من كاع هاد المشاكل هادي، فراها عانت من الفقر ومن البطالة ومن التضخم النقدي ومن سياسة التقشف بلا معاهدة فرساي اللي كانت قاسية وكانت ظالمة بالنسبة لألمانيا من جميع النواحي. الحكومة ديال فيمار اللي عينتها دول الحلفاء عانت من بزاف ديال المشاكل ومن بزاف ديال الصعوبات، زائد التصاعد ديال المعارضة من طرف الشيوعيين. فالشيوعيين كانوا كيعرضوا هاد الحكومة ديال فيمار وسموها بالثورة السبارتاكية في 1919. في 1925 النازية اللي كانت زعمها أدولف هتلر كانت دارت واحد المحاولة انقلابية على الحكومة ديال فيمار، ولكن هاد المحاولة فشلات. في 1929 ألمانيا كانت أكثر دولة متضررة من الأزمة الاقتصادية. البرجوازية كانت خايفة من الخطر الشيوعي، فدارت الثقة في هتلر وارتفعت نسبة الأصوات في الحزب النازي دياله. فالرئيس فون هندنبورغ عينه كمستشار في 1933، ولكن في 1934 فون هندنبورغ ودع الحياة وعقدهم، وأدولف هتلر جمع ما بين جوج مناصب مستشار ورئيس. في الأخير الأزمة الاقتصادية انطلقت من وول ستريت في نيويورك في 1929، وهذا الشيء أثر على الدول الأوروبية من بعد 1932. ففي 1932 الولايات المتحدة الأمريكية بدأت كتسحب الرساميل ديالها والقروض ديالها من أوروبا، وأكبر متضرر من هذا الشيء كما قلنا هو ألمانيا بالإضافة إلى النمسا. فهكا انتشرت البطالة حيتاش المعامل دارت إفلاس وانتشر الفقر، وهذا الشيء اللي سبب في عدة احتجاجات ديال العمال والعاطلين. فبخلاصة النتائج ديال الحرب العالمية الأولى والتطورات اللي عرفتها أوروبا من 1919 حتى 1929 مهدات لواحد الحرب اللي جاية في الطريق، واللي هي الحرب العالمية الثانية في 1939. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس مزيان. شكرا لكم على الاستماع ديالكم ليا. ما تنساوش أنكم تبارتاجيو الفيديو باش تعمل فائدة. إلى اللقاء.